ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. بفضل الله تمكنا من إنقاذ حياة مريضة شابة 47 سنة وصلت المستشفى بحالة عامة سيئة جدا، جلطات في الساقين، وصلت للرئتين وفي حالة خطيرة مهددة للحياة. بفضل التقنيات الحديثة والجاهزية التامة في مشفى تداوي تمكنا من استخراج كافة الجلطات من الرئتين ومن الساق وإنقاذ حياة المريضة، والحمد لله المريضة حاليا بحالة عامة جيدة جداً.